احنا النهارده بكل فرح وبكل سرور بنستقبل صندوق تحيا مصر من خلال مبادرة دكان الفرحة. وخلوني أوجه شكري وتقديري لكل المساهمين في هذه الاحتفالية اللي أدخلت السرور على 50 فتاة أو 50 عروسة يتيمة، كما أدخلت السرور على 50 بنت أو طفل صغير تم منحهم عجل. أيضا تم إدخال السرور على باقي أهالينا في التجمعات المختلفة من خلال توزيع بطاطين 1000 بطانية و2000 لحاف. وأيضا خلونا نشكر ونوجه التحية على كل المجهودات اللي اتبذلت من جمعية البر والتقوى من خلال مساهمتها مع صندوق تحيا مصر لإنجاح هذه الاحتفالية الجميلة. وإن شاء الله بندعوهم للاستمرار في تقديم مثل هذه المعونات، وخاصة إلى المستحقين من الأطفال اليتامى أو بناتنا اليتامى، اللي كل حاجة بتتعمل إن شاء الله تعود بالخير على مقدم الحاجة، وأيضا تعود بالبهجة والسعادة على المستحق. مرة تانية بشكر جمعية البر والتقوى، وبشكر يعني كل اللي ساهم في هذه الاحتفالية، وإن شاء الله نتقابل بيكو بخير إن شاء الله بصفة مستمرة. وكل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك لأبنائي وبناتي وأحفادي اللي استفادوا من هذه المبادرة من صندوق تحيا مصر، اللي هو وضع البذرة الأولى في بناء هذا الصندوق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تولى قيادة هذا الصندوق الرجل المخلص، واللي كان لي الشرف في أن أزامله في خدمتي في القوات المسلحة هو السيد اللواء محمد أمين. فمنبلغه من هنا من شمال سيناء تحية وكل شكر وتقدير على ما قدمه لأبناء محافظة شمال سيناء. شكرا.